تشهد فرق الألعاب الجماعية بنادي الزمالك اهتماماً غير مسبوق من مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة المستشار مرتضى منصور. وعلى خطى الصفقات النارية لكل الفرق، قامت إدارة الزمالك بتدعيم فريق كرة السلة سيدات بست صفقات من العيار الثقيل استعداداً للموسم الجديد. وكانت أولى صفقات سلة سيدات الزمالك التعاقد مع ثنائي الأهلي هالة علي وهاجر علي، التوأم الأبرز في كرة السلة المصرية والذي حقق إنجازات محترمة مع المنتخبات المصرية. كما نجحت إدارة الزمالك في التعاقد مع نجمة الجزيرة والأهلي السابقة زين البرقي لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر، إلى جانب ضم نيرة نافع نجمة فريق مصر للتأمين والتي تعد من أبرز لاعبات السلة في مصر خلال الفترة الماضية. ومن الصفقات القوية التي تدعم فريق سلة سيدات الزمالك في الموسم الجديد ندى كونجا نجمة فريق سموحة السابقة وآلاء سليمان نجمة المنتخب القطري والتي تحمل الجنسية المصرية. كما تعاقد الزمالك مع المحترفة الأمريكية بريتني ديكنز لاعبة مصر للتأمين السابقة والتي ظهرت بمستوى مميز خلال الموسم الماضي. وإلى جانب الصفقات الجديدة والتدعيمات القوية، أبقت إدارة النادي على 10 لاعبات للحفاظ على القوام الأساسي للفريق. صفقات قوية وتدعيمات غير مسبوقة من إدارة النادي لكل الألعاب سواء على مستوى فرق الرجال أو السيدات من أجل موسم جديد مليء بالبطولات والإنجازات لملوك الصالات.